تبيع حتىش النص النهار بحذا يميمة عايدة جيت محليها تشره محضرة ظاهرة محضرة للمول ديك اللبسة وكل دنيا وكل شيء وكل فينا وكل دنيا محليها صباح النور صباح الورد والياسمين صباح الفل وموسيقتك ديجا وجوك وأتمصفيقك متاعك يعيشك يفضل خاص بيك يعيشك محليك عايش بنتي قوي سعدي شنو اليوم شنو باش نحكي تحب نبداو بعسيدة البفريوة ولا عسيدة الزقوق؟ نبداو بعسيدة البفريوة كيف ما تقول أنت الله يبارك الله الله يا سلام سلم اللي يقول لك شيخ عسيدة اليوم بوغانش العسيدة ولات العسيدة متاع البفريوة والعسيدة متاع الزقوق ولات تتكلف محسوب كيف كيف على ما غالي الزقوق السنة وصل 40 47 47 وصلت 40 هاكا قفتني أنت لا شيء طلعي شيء ياسر قديش كاين قبل الزقوق؟ باش تضحك يمكن قول 2000 فرنك الكيلو الكيلو اي وعمرنا ما نعملوا كيلو زوج كيلو 3 كيلو نعملوا ايوا خاطر ما نهزوش صحيفه هكا كبرها نعطيها لك اي تحشم شنو باش تبعك لازم نعطيو شقاله شقاله كبيره نعطيها اموا هكا اما مثلا لامك ولا لامي ولا لامو ولا رخت الأكبر شقالة هكاية فهمتني توا ولات مسكينة العبد اللي يشتهي حاجة هي مرة في العام تتعمل فما اللي يعملوها في رمضان ولا حاجة قليل 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 ما عادش ربي معاهم حسين ربي معاهم كيف وعسيدة البفريوة كانت مديولة برشا قبل اي كانت نعملوها اما نعملوا الزكوكو اكثر فوالا والبفريوة نعملوها صغيرة خاطر فما صغار ولا فما راجل ما يحبش الزقوقو مثلا نعملوا مثلا زوز كيلو ثلاثه زقوقو ونعملوا كرتي البفريوه ذيك نتاع العبد اللي ما ياكلش البفريوه نعملوا يا ربي زقوقو نعملوا البفريوه نعملوا البفريوه نعملوها وذيك زايده وبخلف هذيك نجدوا نعملوا نتاع الصباح هذيك نقوم نعملوا العسيده العربي ما فيهاش هذيك ما فيهاش لحد الان العسيده العربي كان ما نعملش العسيده العربي الصباح ولد بنتي يتغشش يبدا يستنى فيها وقتاش نعملها له فهمتي يبدا يقول ميمه نقول له اي نعرفها ما تفكرت هذيك العسيده العربي الصباح ينبه اي ميمه هذيك يحب العسيده العربي الصباح بالقدا بالقدا حسيلو نجيو العسيده البفريو تاخذ البفريوه اي توا البفريوه يشريوها مرحيه اي بيه بربي المرحيه انا ما نحبهاش مرحيه علاش معناتها هما توا الحقيقه ما عادش عندهم وقت خاطر تشد البفريوه نحب ناخذها بقشورها ايوا نقشرها نحطها في الكوشه تتحمر نقشرها وبعديش بعد نقشر نعاود نرشحها في الكوشه تغماق شويه باه باش ما تجيش العسيده فاتحه ايوا مهم فهمتني وعليه ولزمها تكون على نار هاديه مش تتكحال من برا وتقعد بالداخل بيضه مش كوشه سخونه برشا الا كوشه سخونه برشا تتحرق وما تتعملش من داخل صحيح فهمتي وديما تعس عليها حتى تولي لونها بالقداء كاني بفريوه مش مقشره تولي لونها كل مارون ومش محروقه ايوا خليها تبرد ما تطرحهاش في نهارها ماذا بيك تبرد كي تطرحها في وهي سخونه تعصد ولا كيفاش وما تطرحهاش بالقداء تخليها من غدويكا نرحيها تشد روحها تولي بردت بردت أي. نرحيها بعد لنرحيها فهمتني نحط يا إما كان عندك اليد أي. حطها هي مقاديرها نحط رطل واللي يحب يزيد يعمل أكثر رطل نبدأ برطل بفريوة واللي يحب يعمل كيلو يعمل كيلو مقاديرها رطل بفريوة ونصبوا له إيطرة حليب ونعملوه باليد وإلا في القمصان متاع اللي تبول في القمصان يدور يدور على روحه بعدش نصبه في الطنجرة متاعنا فهمتي أوكا صبينا له إيطرة حليب حليب رطل صبينا ونزيد نصبه له حكة حليب نستلي به معناها العجينة متاع البفريوة ما تتصفيش كيما يا ربي ما تتصفيش كيما الزقوق هي شو لا الزقوق يتصفى خاطر فيه الحبة هذيك القشرة فوالا في القشرة البفريوة إذا كان عملت نصبها في الصفاية ايوا مش في غربال كيما صفي اي اي نتاع زقوق وغربال يحب لها مصفيه غربال الشعر هذاك يقولوا له هذاك هذاك اللي لونو بورقداني واصفر هذاك اللي يصفي بالشعر نصفيها ما يتحاش منها
خاطر مرحيه بالكدا فوالا مش عليها بات اي تترحى واما نصفيها بعد عملتها نحط الصفايه نصفيها ايوه بعد ايش نشد ليترا الاخرى نتاعي نتاع الحليب وكسبت باك وعملت بيه نشد ليترا نتاعي الاخرى الكي ارطل عليه 250 غرام فرينه باه ما تزيدش اي ارطل عليه نص رطل ارطل عليه نص رطل نحط الفرينه هذيك نغربلوها قبل باهي خاطر ديما ماذا بيك تغربل الفرينه فهمتني نغربلها ونصب عليها اكل شطر الباك وحليب ندردرها بي ونصبها بالصفايه في الطنجره اللي صبيت فيها هذاك باهي تو فهمتني حد اي لا لا فهمت كان نتبع فيك بالكدا حطيت ارطل وحطيت حك حليب وارطل حركته باك وحليب وزدت كل الفرينة هذيك غربلتها وصفيتها وصبيتها في الطنجرة هذيك فهمتي أيوة. ونقعد نحرك في طنجرتي باه ماذا بيك مش بمغرفة حديد بالمغرفة لوح يا مدلك يا بكري بالمدلك نعم بالمدلك توا خاطر الحديد بالمغرفة حديد لا بخصوص كان طيب في حاجة الألمنيوم يصيبك لك حلم نتاعو اللي عنده نحاس واللي ما عندوش نحاس يطيب في التفال في التفال يطيب فيه يحب فهمتني أما المغرفة ما تكونش حديد باهي تقعد تعقد على روحها بشوية بشوية وإذا كانت تحب تطيب عصيتك بالكدا عمرك ما تقوي في النار ديما بالسياسة بس على خاطر إذا كان وين نار وتولي في مشرمة تخطب بتكلفز لك أيوة فهمتني أي. في مشرمة الفرينة تشرب أي أي أملي خليها هدوة تعمل لك بشوية بشوية وهي تعقد وانت بعد لعقدت شوية شوف سكرها أيوة احنا حطينا لها حك حليب نسلي أي هذيك وقتها نزيدوها السكر قد اللي نحبه كل واحد يحب حلاوة فوالا فما اللي يحبها حلوة قاطعة فما اللي يحبها متوسطة فهمتني ونبداو نزيدو السكر وكل شطر باكو اللي قعد نتاع الحليب هي عاقدة وحنا نزيدو بشوية حتى نتولي نتاعنا قد ارطل عليه زوز باكوات حليب عليه حكة نسلي وعليه 250 غرام فرينة 200 غرام و 250 غرام فرينة نص فرينة فهمتني هذه وتجيك قد قد الكيال نتاعها اذا عملتها هكا تجيك ما ناقصه لا زايده بنينه تهب وتجيك ماشي عاقده اليابسه تتقص بالمغرفه ما يحبوهاش حتى انا ما نحبهاش حبها كي الياغورت هذيك كي كعبت الياغورت ومشي جاريه كاني معناتها تتشرب بوزه ايوا تولي بوزه اكثر هذيك نزيدوها حليب اكثر ايوا هذيك نزيدوها في الحليب اكثر المقادير نتاعها تولي واحد نتاعها بالبدا باه قل لي كيفاش كنت تقبل الاحتفالات في المولد معناه المولد ليله المولد تتقضى قبل القضيه تتقضى قبل وبعد ايش ليله المولد هذاك تكون الزقوقو مثلا ولا تكون تغسل اي وشاح نقيوه بالطبيعه وبعد النقيوه نحطوه في الكوشه في الكوشه باش يتحمر شويه وبعد لا يتحمر نخرجوه ونرحيوه كيفاش نرحيوه؟ نحطوا الميدة والرحالي باليد. اي اي نتاع الزمنية هذيك الزمنية نتاع الحمام نتاع الفلفل شايح نحطوا يا على الميدة يا على الطاولة وندوروا. ايوا فهمتني؟ وندور نرحيوها مرتين باش تهبط بات بالكدا. نرحيوها مرتين وبعد ايش؟ فعملناها هكاكة نحطوها في معونها عليها. هذا كله في الليل معناها العصيدة تيب في الليل. إذا كان باش نرحيوها بالماء. اي في نهارتها ما تبيتش في الخراس اي صحيح ما كانش فما فريجيدير ايوا خاطر بك الرحال العربي هذيك كانت نصبوا شاي شماء باش تهبط ايوا فهمتني واذا كان باش نرحيوها شايحه ما يصيرش تروح حتى قبل بنهارين شيء ما يصير لها لا بوفريوا ولا زقوق وشيء ما يصير له اما اذا كان حطيت الماء تولي نهارتها تتعمل في وقتها نهارتها تتعمل رحيناها بالماء لازم نهارتها تجيب اي تقرص والعصيده مش كيما الحلو مثلا كل واحد يعمل وحده مش جيران هيا نحيو مع بعضنا زقوق ونعملوا كلها اما يبداو كيفاش نبداو بكري كانوا خاطر كانت الكونتيتي كبيره يا اما البابور كانت تثبت شعلي البابور والا كانوا درداكي كبير باش تبدا تطيب هدو هدو بالكدا هذيك وانت من غادي وانت من غادي وهذيك من غادي وهما في السدار بخصك فر في الصيف يبداو في السدار داير كل واحد يخرج القصعه نتاعو الكبيره فيها الكل كانت يحطوا الدنيا ويحطوا القنفيد ويحطوا والفاكهه والكل وتخرج هذيك والصحاف يتخسلوا
ويتعملوا فهمتني ويتحطوا هذوكم الكل كل واحد مخرج هذيك والبيده نتاعو محطوطه دايره عليها الصحاف هذيك باش يعبيوهم والتيب هذيك باش خاطر تبدا عاليه على الغاز خاطر يطيبوا بزوز كيلو بالثلاثه تبدا اللوطه قاعدين ويبداو انت ذوق هذا سكرها باهي ولا نزيدها انت ذوق سكرها باهي ولا نزيدها نبدا ساعات يقل ما فهم فيها السكر باش نطيبوا العصير الكريمه وش نعملوا؟ اتندقوا على منصور صالت مدريد وناخذوا صندوق سكر. يبدا ناصب مازال غاديكم احنا صالت مدريد ناخذوا صندوق سكر من عنده. فهمتي؟ اي من غدويكا نرجعوا لباكو لا 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 صندوق السكر نتاعي باش قال عسيده. اها اي فوالا اي اي نجيو للكريمه. يلزمك ساعة تخليها تبرد باش تحط لها كريمتها تخليها تبرد كان تصبهم هم على بعضهم ساعة تبدا هذيك الطيف العسيدة وهذيك الطيف الكريمة ويصبوا تتخلط هيك خاطر الأخرى ما عملتش يلزمها تعملك الجلدة وتبرد فهمتني نشوف للكريمة الكريمة نحطوا مثلا حار عظم عليها السكر ونركضوه بالقدا بالمغرفة نركضوه ولا الركاضة اللي حكاية هذيك البت هذيك كل هكا تدور باليد اي وفما حتى البلاش يد اللي هكا فهمتي نركضوها تولي كيما نعملوها كيما كورديانا كورديان هكا يولي لونه بلاش بلاش ابيض اصفر العظمه مع السكر هكا هاو كيفاش نعملوا الكريمه فهمتي توا يحطوا مثلا انا خسرت عليها خسرت ونعملها بالبكويت خايب البكويت لا انا خسرت عليها خسرت بالعاني تو انا قاعده نقول لك بالطبيعه اللي العربي خير فيها المطعم خير نحطوا السكر هذيك الفرن نعملوه كيما الكورديان وبعد ايش ناخذوا نشاء الكعب عليها مغرفه نشاء الكعب عظم عليها مغرفه نشاء فرينه نشاء مش فرينه مغرفه فرينه نشاء نحطوها ونصبوا عليها الحليب فهمتني نصبوا عليها الحليب ونصفيوها ونصبوها في الطنجره هذيك ونصبوا لها حكة حليب نسلي باش تجي ياسر بنينه حليب وحليب تجيب اذا تحبها بنينه بالكدا الكريمه نتاع العصيده فهمتي تحط لها حليب وحليب وذوق وتجيب كيف كيف على نار هاديه وكل حاجه تجيب على نار هاديه تبدا ابنا خاطر نشا ولا فرين يخطف تولي لك تكلف فزلك تولي لك ما عادش تنجم كيفاش باش تعملها فهمتني باش تحلها اما كي تبدا تدور بشويه انت تساعدك باش تعمل تجيب تصب لها كي تعطر شيء العسيده ما نحبش نصبوا لها تعطر شيء يتبدل الكو اي المطعم نتاع الواحد يتبدل يتبدل يقعد في الكريمه نصبوا شويه عطر شيء يتنحك الصفوريه نتاع العظم وتقدت عسيدتنا وتزينت و فهمتني ولا تتشرى ونصبوها اي هذاك نخليوها تبات بلاش زينه هكا هو عاد جات وجوه الصباح ما عادش خليناها باتت بلا زينه فهمتني من غدوي كان نقوموا نزينوا فوالا كل واحد وش كل واحد يحب كل واحد فما اللي يزين الانواع الكل اي تبدا مثلا 20 شقاله كل شقاله وش هي زينتها ايوه تتعمل فما شكون مغروم هذاك بارتي نتاعو تزي فوالا يعمل الليزونج يعمل الواحد يعمل الهلال يعمل شو تبدا مزين والفيك تبارك الله مش كيما توا عاد الغلا والكوي سمعت قبيله كيلو البندق 160 دينار لا 185 ايوا البلجي نتاعنا 185 اسمع منو ما عادش تنجم بالحق فما 160 فما 150 الاخر ما يزينش شكل مكعب مكعب تعطيه هذيك الزينه نتاعك بالكدا يلزم على كعبه البندقه كالطويله طويله باش تمشي بالكدا تمشي في الزينه من غدوي كنقوموا نزينوا ايوا اذا زينا وعملنا من غدوي قمنا للفطور ايه احنا الابيض نتاع العظم هذاك ما لوحناهش ما لوحناهش اي وين هذاك هذاك مش نطيبوا الفطور بيه كيفاش اي مثلا صيف نعم فلفل محشي نصبوا له العظم هذاك الابيض ايوا اسمع مثلا شتاء ما يتلوحش نمشي للعطار الرنقه كانت تتباع عند العطار مش كيما توا هذيك اعمل عجه كيما نعرف انا بالرنقه وفيها لك العظم هذاك مصبوب تعمل مثلا توا وقت البروكلو نعملوا مشامم البروكلو فهمتني والعظم هذاك والعظم هذاك عملنا به عملنا طاجين الكلبيز هذاك عمره ما يتلوح نهارتها كل واحده تخمم له في الفطور كل واحده تلقى شنو هو الكلبيز هذاك شنو اللي عملته باش تطيب به شنو برنامجها اللي باش تطيب به شتاء ولا صيف ولا ربيع
حتى قالوا الدباره نتاعو الابيض نتاع العظم هذاك زيدوا طرف جبن وتلكح الا زاد درجه عظمه ولا اثنين. فهمتني هذاك شنو اللي زادت فهمتني هذه العصيده نتاع البوفريو. وهذا اجواء المولد اجواء المقبل والاجواء المولد على نهار المولد نقولوا نحكي وعاد هذاك ان شاء الله كيفاش نقوموا نهار المولد ونعمل لك العصيده نتاع الفرينه والعصيده نتاع السميد. ذوما هما انا اللي نحب عليهم عصيدة السميد وعصيدة الفرينة العصيدة العربية هذية اللي ما تتقطعش. ونقول لك الصباح كيفاش نقوموا كيفاش الشيء باش نتبعك سناب بحول الله بحول الله باش نتبعك سناب قدرة ربي عصيدة اعمل الكونتيتي اللي قلت لك عليها ان شاء الله تجي قد قد ان شاء الله ما تزيدش بالكل. يعطيك صحة بما عايدة ربي فضلك بارك الله فيك نتقابلوا غدوة في نفس التوقيت. شفتك اليوم نهار عصايد اليوم نهار البنة ونهار التلت مخميخ وعلينا 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 مناسباتنا كلها تمخميخ كلها ماكله وكلها اجواء. احنا ما زلنا باش نواصلوا معاكم بوب وراجعين.